أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كنت لا أصلي باستمرار، ما الذي أفعله فيما تركته من فروض؟ وما وقت الفروض؟ هل هي بعد الفرض الحاضر أم قبله؟ كيف تؤدى الصلوات الفائتة؟ إذا كنت تاركا للصلاة متعمدا فعليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في المستقبل، وأما ما مضى فلا تقضيه لأنك لست على الإسلام. في كل الفترة التي تترك الصلاة فيها متعمدا لست على الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، معناه أنه كافر. وقال سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقارن ترك الصلاة بالتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والآيات والأدلة على أن تارك الصلاة كافر، الكفر المخرج من الملة، كثيرة. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تحافظ على الصلاة في المستقبل. وأما إذا كنت تركت الصلاة ناسيا لها أو نائما عنها فإنه يلزمك القضاء، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.